دي انت عندك خدت احسن لاعب 61 62 بالظبط. اه عندي خدت 61 و62 اه سنه. ده كان مسابقه الجمهوريه كان بيعملها الاستاذ نصر سليم الله يرحمه. اه ودي كان من اصدق المسابقات. ليه بقى؟ من اصدق المسابقات لانه كان بيجمع حوالي 100 شخصيه. 100 شخصيه دول عباره عن ايه؟ كل المدربين بتوع الفرق والاداريين ورؤساء الانديه والحكام والاداريين كل الناس كلها حاجات فنيه كلهم يجمعهم في مؤتمر في الجمهوريه. وبيدي كل واحد استماره رتب لي العشر اسماء بتوع احسن لعيبه في كوره. فكل واحد بيحط بقى من اللي شايفه هو اللي شايفه. فانت بقى لما بيجمعوا الاصوات لو خدت نمره واحد نمره واحد دي لي 10 نقط اتنين 9 نقط تتحسب كده يعني. فتتحسب كده وتطلع في ساعتها في يوميها. فدي خدتها خدت احسن لاعب سنه 61 وخدت احسن لاعب سنه 62. سنه 60 خدها رفعت الفناجيلي احسن واحد احسن لاعب وصالح بعديه وانا الثالث. 61 خدتها يعني كنت في الصوره يعني. 61 خدتها انا و62 خدتها. طيب كابتن طه فاكر اول ماتش دولي لعبته كان مع مين؟ اول ماتش دولي لعبناه ضد فريق على ما اعتقد كان روسي او حاجه زي كده. وكان في نادي الزمالك. لا دولي 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 وانت ما لعبت مع منتخب مصر. ما هو ما كانش مع اثيوبيا؟ اثيوبيا ده في الدوره الافريقيه. الدوره الافريقيه. تسعه ده دي في الدوره الافريقيه 59. 59 60. ما دي اخر دي دي ثالث دوره الثالثه. الثالثه بالنسبه لك. اعتقد الثالثه. الاولى 57 59 دي 61. كانت في الاولى كانت في السودان؟ الاولى كانت في السودان على ما اعتقد. ودي كانت الدوره دي الثانيه او دي كانت الثانيه دي اعتقد اللي هي في هي كانت 57 59 61 59 60 دي كانت الثانيه. دي لعبت انا فيها اول مره العب فيها. اول ما رحت المنتخب مين اللي قال للكابتن طه اللي بلغك قال لك انت في منتخب مصر؟ هو ايامها كان المدير الاداري للمنتخب كان الحاج مصطفى كامل منصور. الله يرحمه. الله يرحمه. هو كان المدير الاداري بتاع المنتخب. وكان اعتقد عندنا كان مدرب على ما اعتقد مدرب اجنبي يمكن مده بس طويله قوي. والدوره دي اتلعبت في النادي الاهلي. يعني ثلاث مباريات اتلعبوا في النادي الاهلي. لعبنا ضد السودان ولعبنا ضد اثيوبيا. كسبنا اثيوبيا 4 وكسبنا. جبت اهداف انت في الماتش؟ لا انا كنت بلعب في نص الملعب. كنت بلعب باك. اللي جاب في ديت الجوهري اعتقد جاب 4 اجوال يمكن. ومباراة السودان عصام بعيد جاب الجول الثاني باكورد كده. انا كنت بلعب في نص الملعب هباك ما بوصلش للجول. بلاي ميكر بقى للفرقه. بلاي ميكر في نص الملعب. انا ورفعت كنا بنلعب في نص